أولاد الله. تعبير ما أسماه، إنه نوع خاص من البنوة، ليس كما يقال عن آدم ابن الله بحق الخلق، بل في عصر النعمة الذي نعيشه هذا لها معنى سام جدا. نقرأ: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. لقد امتلك المؤمنون الحقيقيون بالمسيح ذات طبيعة الله أبيهم، هذه الملكية أسماها الكتاب سلطاناً، ولهذا تهلل يوحنا في رسالته: انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله، فمن أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه. لنسمع هذا الأمر المجيد: ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخاً يا آبا الآب. ولنكمل امتيازات الأبناء نقرأ: لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله، إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضاً للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا آبا الآب. الروح نفسه أيضاً يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولاداً فإننا ورثة أيضاً، ورثة الله ووارثون مع المسيح، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضاً معه. الأمر الذي يعضده يوحنا بالقول: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو. على أن لهذا الامتياز المسؤولية المقابلة له، فكونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء، فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس، كل من لا يفعل البر فليس من الله، وكذا من لا يحب أخاه.